السلام عليكم. سأحاول خلال دقائق المقبلة استعراض أهم التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة ضد حماس في قطاع غزة. فالحرب مستمرة، وخلالها تتواصل الأعمال العسكرية برا وبحرا وجوا، فتواصل قواتنا التقدم ميدانيا وفق الخطة العسكرية والعملياتية. على مدار الساعات 24 الأخيرة قادت قواتنا في حي شجاعية على عدة خلايا تخريبية، وعثرت على العديد من الوسائل القتالية، منها عبوة ناسفة تم زرعها في عيادة طبية. في خان يونس نفذت قواتنا عمليات مداهمة مركزة على بنية تحتية إرهابية، حيث قاد خلالها المقاتلون على مخرب أطلق صاروخ من طراز RPG باتجاه القوى، وعثرت على مستودع للوسائل القتالية احتوى على عبوات ناسفة وأسلحة وقنابل يدوية. في جنوب مدينة غزة دمرت قواتنا فتحة النفق على مقربة من شاة البحر، لترصد بعد ذلك القوات هروب عدد كبير من المخربين نحو مبنى مجاور على الخط الساحلي ليتم تدميره عليهم. الحرب على حماس لا أبعاد متنوعة، وفي إطار الحرب على مصادر تمويل حماس كشفنا عن قيام جيش الدفاع وجهاد الشباك بالتصفية المدعو صبحي فراونة، الذي كان ضالعا في تحويل عشرات ملايين من الدولارات بغية التمويل الأعمال القتالية للجناح العسكري لحماس. فقدرة الجناح العسكري لحماس على ممارسة القتال تتوقف على الأموال المحولة إليه عبر صرفه، ما يعني أن حرمانه من هذا المصدر التمويلي يضر بشكل ملحوظ بقدراته القتالية. وكان المدعو الفراونة من أبرز الصرافين ومن انفردوا بقدراته من التحويل المبالغ الطائلة المطلوبة لإدارة القتال إلى الجناح العسكري لحماس حتى خلال الحرب. نحن إلى جانب كافة الجهات الأمنية سنواصل جهودنا لقطع محاور وقنوات التمويل الخاصة بحماس. في الجبهة الشمالية نواصل ضرب ومهاجمة أهداف عسكرية لحزب الله ردنا للاعتداءات التي تنطلق من داخل الأراضي اللبنانية باتجاهنا. حزب الله وهو وكيل إيراني يجر لبنان إلى حرب غير ضرورية من شأنها أن تكون لها عواقب وخيمة على الشعب اللبناني. نحن سنواصل القيام بالاستعدادات اللازمة لإزالة التهديدات عن حدودنا. في منطقة يهوذا والسمرة قامت قواتنا الليلة الماضية بهدم منزل المخرب الذي ارتكب على العملية الإرهابية في حوارة، والتي أسفرت أن مقتل مواطنين إسرائيليين في شهر آب الماضي. في الختام سأتطرق مجددا إلى مقتل فيديو الذي نشرته حماس، والذي لا تزال بعض القنوات العربية تبثه، فهذا هو فيديو إرهابي وإجرامي، وإن دل على شيء فإنه يدل على مدى الوحشية الحمصوية تجاه المدنيين والمسنين الأبرياء الذين يحتجون إلى الرعاية الطبية، والذين اختطفوا من قبل هؤلاء الدواعش في 7 من أكتوبر. شكرا لكم على حسن المتابعة، وسنلتقي في الإجازة المقبلة إن شاء الله، وإلى اللقاء.